إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس. لا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وضحت في التسريب الثالث حقيقة المتنصر محمد رحمه الحرامي اللي هرب لأمريكا وطلب لجوء بحجة الاضطهاد الديني بعد الحكم عليه في قضية اختلاس مبالغ مالية من جامعة المنيا. وأنا كلمته بناء على طلب المنصرة ميرفت بانيوتي اللي أكدت لي أنه هو هيساعدني في أني أقدر أخد أولادي بشرط الرجوع للنصرانية والسفر للبنان ومنها لأمريكا بعد استكمال إجراءات اللجوء الديني. وانا كنت طلبت منه اني عايزه اسافر انا وولادي من مصر، لكنه رفض وقال لي صعب، وبعد الحاح مني قال هشوف الموضوع ده وارد عليك. طبعا اكيد هيتشاور مع قيادات الكنيسه اللي بعتها علشان يساومني على ولادي مقابل الرجوع للنصرانيه. وقبل ما نسمع التسجيل اللي بيني وبينه، تعالوا نسمع فاصل بسيط من الطرب الاصيل للمطرب محمد رحوم، لاني اكتشفت ان زي ما عنده موهبة في التمثيل انه بيجيب ناس ويقول عليهم عابرين، كمان عنده موهبة مدفونة في الغناء وعايز حد يكتشفها. يلا نسمع. نساء امي بالماء صبيح نواري وقولي جاي المسيح. كفاية عرسنا جاي ياخدنا إليه فجاي بمجده ومجد أبيه. كفاية شكرا. كفاية بويا نار النور برجاء تعبدوا بحب وأشواق الحق وين ضل حق معين. يا دين النبي الحلاوة دي. وبعد ما سمعنا الفصل الغنائي ده، يلا بقى نسمع التسجيل اللي تم بيني وبينه. الو الو، مساء الخير. صباح الخير. عندي يا ماما. صباح الخير يا بابا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام بخير. وحضرتك عامل ايه؟ انا كويس، انا بس مشغول بيك، ما اعرفش ايه اللي مخليني اكلمك. الحمد لله. ما انا بص يا بابا، خليك معايا، حاول تحس بيا احساس الام. مش بحاول، انا اب وحاسس باللي بقوله. انت ما تعرفيش تعملي اي حاجه لولادي غير لما توصلي هناك، وانا لو ما عملتش كده يعني ليكي حق تعملي اي حاجه. اظن يعني عايزين يقنعوني ان اسافر بره مصر باي طريقه، وده اللي شككني اكتر فيهم، لانهم ملهمش امان ولا وعد ولا عهد، دايما غدارين. انا مش هكدب عليكي، انت تروحي وهقدم لك في الامم المتحده واقدر اطلع لك ولادك رسمي، انما كده مش هتقدري. يعني مش هينفع ان انا امشي بيهم من مصر واروح لبنان زي ما اتفقت مع الاخت ميرفت وبعدين نسافر امريكا؟ لا ميرفت ما قالتش كده، لانها ما عندهاش المعلومه. انت مش منصقين مع بعض وبيكذبوا بعض وعايزين انا اصدقهم؟ ما تعرف ميرفت، ما تعرفش ميرفت، عايزه تساعدك. ما انا فاهمه، ما انا فاهمه، هي بتحبني وانا كمان بحبها، بس ما انا كمان بحبها، هي حست بيا عشان هي ام كده، فحست بيا جدا وحست بالموقف اللي انا فيه. بس الفكره انا يعني بقول ايه المانع ان هم يجوا معايا يا بابا؟ مش هتطلعي بيهم المطر يا حبيبي. ليه بابا؟ ليه هو انا مش في صالحي انك تطلعي مرتاحه ومعاك عيالك؟ يا ريت بامانه،
يا ريت. انت مين اصلا علشان تقرر مصير ام وعلاقتها بولادها؟ ايه مصلحتك في كده؟ ومين اللي اداك الاوامر انك تكلمني وتساومني على اولادي وترسم الخطة اللي بيها اطلع برا مصر؟ وبعدين ولادي حصلوني صالحك طبعا. صح، مستحيل. ليه يا بابا؟ الله، ما انا بقول لك اللي انا عارفه، انا خبرتي قديمه 15 سنه في الخدمه دي، اللي انا عارفه بقوله لك. انت ما تقدريش تطلعي يوم من المطار خالص. مش معاكي يعني، بعد انت ما تسافري شوفي هعمل ايه معاكي. بص، هو ما اقدرش اطلع بيهم يعني قانونا، قصدي حضرتك كل قانونا ومخابرات وكله. هو هنا بيحاول يقنعني باستحالة خروجي من المطار بأولادي لأني مسلمة وهم مسيحيين، وإن الموضوع مش هيتم إلا بمعرفتهم وبعد ما أنا أعمل المطلوب مني، وده قمة في الخبث والإجرام. لا يا بابا معلش، مع احترامي لوجهة نظر حضرتك، أنا معايا حكم ضم حضانة ليهم ومن السهل جدا أن أطلع. يا رهوتي ايه؟ اهوال ولا هو زي الستات. ايه بس يا بابا، فهمني بالراحة وجهة نظرك ايه؟ انت طالعة لانك ايه؟ مسيحية ولا مسلمة؟ هطلع لاني مسلمة. تطلع لانك مسلمة؟ وتطلع بعيالك انك مسلمة؟ ايه المشكلة؟ على فكرة القانون ما يلزمنيش ان انا اغير لعيالي، عيالي ما زالوا قصر، يعني من حق ان عيالي يبقوا مسيحيين ومن حقهم كمان. لا، القانون ده قانون علي بابا. لا مش شايفين بقى استهتارهم بالقانون المصري وبيقول عليه قانون علي بابا، يجوا بقى اللي بيحافظوا على حقوقهم يشوفوا. مش قانون علي بابا، انا متأكدة من الكلام ده. انت عايزة تجادلي معايا ولا عايزة تعرف الحل؟ عايزة اعرف الحل. الحل الوحيد، دول مستحيل يطلعوهم معاك، هم مستحيل. بيقول مستحيل، ودي اول حاله تقابلهم، وده معناه انه بيصعب الامور عليا علشان اوافق اني اطلع بره من غير الاولاد. مستحيل. انا فاهم اللي بقوله يا بنتي. ايوه انا فاهم، وخايف على ابديتك والعمر. أيوة. ما فيهوش. ايوه العمر ما فيهوش. انا بتعهدك قدام رب المجد يسوع المسيح، اول ما توصلي هنروح نقدم لك على الامم المتحده، ونقدم معاك انت شهادات ميلاد اولادك، هقدم لك وهتكون في استقبالك بنفسي، وهترتاحي وتمام. وفي ظرف كام شهر ربنا يشهد عليا. نفسي اعرف بس مين ربنا ده اللي بيتكلم عنه وهو مختلس وحرامي وهارب وبيكذب كتير؟ ده انت اخر واحد تتكلم عن ربنا يا شيخ. في ظرف كام شهر هجيبهم لك. كام شهر يعني؟ مش كام سنة؟ لا، اتعهدك اقل من سنة باسم يسوع هجيبهم لك. طيب ماشي. لو انا ما جبتهم لكيش، قول اللي بيكلمني ده مش راجل، ده مرة. طيب لا بعد الشرع على حضرتك. طيب ماشي يا بابا. انا عايزك تطمني، انا راجل وعندي كلمتي، اللي بقدر طيب عليه بقوله لك، اللي مش بقدر عليه مش هكذب عليكي. طيب عليك ليه؟ انت بنت ربنا. طيب تمام يا بابا، ذاتس اوكي، خلاص ماشي. طيب ممكن طلب من حضرتك؟ أمري. الامر لله. طيب دلوقتي انا لو حبيت اشوفهم قبل ما اسافر، يعني انا خلاص اعتبر ماشي اوكي الموضوع وموافقه وكل حاجه وهمشي معاه خطوه بخطوه، لو انا عايزه اشوفهم قبل ما اسافر وده من حقي، يعني انا بقالي 3 سنين يا بابا ما شفتهمش. بعد ما ايقنت انهم مصممين اني اسافر من غير الاولاد وحجتهم ان القانون مش هيسمح لي بكده، قلت بقى ألعب على آخر ورقة، الورقة دي اللي هتكشف نواياهم فعلا. فقلت له عايز أشوف ولادي قبل ما أسافر. ما انت ما شفتهمش، انت اللي عملت في نفسك يا حبيبي يا بنتي، مش تتعيطي طيب على غلطك يا حبيبي. طيب ما خلاص، مش انا دلوقتي خدت قرار ان انا هتراجع؟ طب حتى بابا يسوع ما يديش مكافأة. انا مش فاهمة ازاي هم بيعاقبوني علشان اعتنقت الاسلام بحرماني من ولادي وحرمان اطفال من امهم، فين بس المحبة والسلام اللي بيتكلموا عنها؟ يا ريت بس يعتبروني مش بنتهم، عدوتهم، وعايز اشوف بقى التطبيق العملي لنص احبوا اعدائكم. بابا يسوع ده بابا يسوع محتاج ورقة. لا انا عايزة مكافئتي من بابا يسوع ان هو يخليني اشوف ولادي الثلاثة.
خلينا نشوف الموضوع ده معاه. طيب بالأمانة شوف. بعد ما قال ميرفت ما تعرفش حاجة، بيقول دلوقتي خلينا نشوف الموضوع ده مع ميرفت. هو خبيث مرضيش يقول هشوف في الكنيسة في مصر هتقول ايه. هو فعلا هو وميرفت مجرد عملاء للكنيسة في مصر. الموضوع ده حتى شوفهم في حديقة، في أي مكان عام، المكان اللي تقولوا عليه مفيش مشكلة عندي ساعة زمن، بس أشبع منهم ويشبعوا مني يا بابا. خليني بس بعد ما نخلص كل حاجة، بس فلوس قولي لي وأنا أبعتلك. حاضر يا بابا، دي حاجة أساسية يعني أنا لازم أعمل. ما تشتغليش دلوقتي، اهتم إنك أنت تخلصي ورقك وتمشي. طيب بس هي إجراءات مش أكتر يعني، يعني أنا مفيش إجراءات. أنت تخلصي الباسبور خلاص، التذكره بتكون جاهزه وكل حاجه تمام. بس طيب ماشي، بس بالامانه يعني شوف الموضوع ان انا اشوف ولاد علاء ولا اقول لهم انا كنت مخطوفه وانا ما سبتكمش واحنا هنسافر نشير بيت تاني في مكان بعيد، الكلام ده يعني هم اطفال. حاضر. يعني تمهيد ذهني مش اكتر. اشوف مين فتقدر تعمل ايه. ماشي يا بابا، ميرسي لحضرتك. ماشي. الكنيسه منعنها. ما انا عارفه بس خلاص. طب انتوا فهموا بقى الكنيسه، حضرتك برضو ليك وزن وليك كلمه. ده لو اتعرف انت تتبهدلي وكلنا نتبهدل. لا ما انا مش عايزه الكلام ده يتعرف، ما هو بيننا وبين الكنيسه. ده كلب اشرار وانت عارفاهم. ايوه ما هو بيننا وبين الكنيسه، حضرتك برضو ليك كلمه على الانبا يؤنس وليك كلمه ومعروف يعني. و الانبا يؤنس ده يخون نفسه. كمان بيتهم الانبا يؤنس بالخيانه، انا ماليش دعوه، هم اللي عارفين بعض. يعني هو ربنا يهديه علينا. أبو حمامة عليك نور. لقب أبو حمامة ده للي ما يعرفوش كان بيطلق على الأنبا يؤنس أسقف أسيوط، لأنه معظم فيديوهاته اللي بيطلع فيها بيخلي الشماس أو الخادم اللي معاه يحط فوق راسه حمامة علشان يوهم الناس إنها الروح القدس، فسبحان الله عملوا الحمامة إله وبيعبدوها، لا وبيستدعوها كمان في اجتماعاتهم علشان تباركهم. ولا تدخلنا في تجربة، لا تنجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا. النوتي. يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين، واجعلنا مستحقين نصلي بالشكر، أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء، خبزنا كفايتنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. ماشي يا بابا، ربنا يخليك لي يا رب. ده موت البابا وكان عايز هو يبقى البابا. بابا تودروس. بابا البابا شنو ده؟ ربنا ينيح روحه يا رب. بس هو بس هو اكيد هيسمع كلامك، ويعني على اساس ان انت هتنجي نفس والكلام ده. يا بنتي ما انت فاهمه غلط. ايه انت فاهمه غلط؟ ايه لان اسمي بيخطهم، يقول لك بس التليفونات متراقبة، وانا اروح في داهية ليه؟ لما اجي طالع وانا لما اجي طالع يمسكوني ويقولوا لي كنت بتكلم محمد رؤوف. يا بنت انا عدو مصر الاول، عدو الاسلام الاول. اوعى وشك، خط مصر الاول، اللي بيرعب مصر وعدو مصر الاول، ربنا ياخدك يا بعيد ويريح مصر منك. ليه كده؟ ليه ما كل واحد يختار دينه اللي هو عايزه، وفي النهايه الحساب عند ربنا. حضرتك مشهور برضه. بنت اسكتي، في مصر مش بزعل منهم، كتر خيرهم. بس حضرتك برضو شخصيه مشهوره وبتجيب ناس كتير وبتهديهم لبابا يسوع، بتديهم الحقيقه. ايوه كله يعملوا في السر لو يقدروا، انما رحومه لا. معلش ربنا ينجيك منهم، وربنا يتدخل ويمد ايده ويتمجد ان شاء الله. محدش بيرضى يروح يعمد معايا.
اقول لهم التحدي يجي معايا ويسالوا قال انت بتعمد انجيلي احنا انت بتتبع كنيستنا لازم تعمد. ابتدأ ربنا لما قال سبحانه وتعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، حتى نوع المعمودية اللي بيعمدوا بيها العابرين للمسيحية بيتخانقوا عليها، هم بس ما بيجتمعوش ويتوحدوا غير في ضد الإسلام بس، أما مع بعض بيكرهوا بعض جدا وعلى خلاف دايم مع بعض. أرثوذكس طب تعالى ابعتولي قلب كلام، أنا مش بتقطعني، أنا زي بولس الرسول قلت له أبشر لا لأعمل. ما هو المتاح طيب، يعني انت هتعمل ايه طيب؟ المتاح بس بقى يبعت للبابا نفسه بقى رسالة انت عايزني ابعت لك حد يتقتل؟ طب ما تعيبوش بقى علي. ايوه انت ما تعيبوش بقى علي وتقولوا لي لا انت بتعمد ليه؟ طب ما انا مش لاقي حد. ايوه بس ان شاء الله توعدني كده، ان شاء الله لما اجي امريكا ابقى اشتغل معاك في القناة يا رب. بس مني بنفسك اتقلبك، انا شفت صورك القديمة حاجه زي العسل، ربنا يحفظك ما تخليش الاسلام يهزمك. لا ربنا يحفظك، طول ما ربنا في قلبنا مفيش حد هيهزمنا يا بابا. امين امين. يعني بص اسمعيني كأنسة، سر نجاحك برضو جمالك. سر نجاحك هو جمالك، اعتقد القاعده دي مش موجوده في الاسلام، لان سر نجاح المراه اخلاقها وطاعتها لربنا وحشمتها وتدينها. اما القاعده اللي بتقول عليها دي هي قاعده اللي بيؤمنوا بنشيد الانشاد. ويسوع ادانا جمال عشان نستخدمه ونحافظ عليه ونحب نفسنا ونحب الحياه. نعم. يعني شعرك تهتم بيه، جسمك تهتم بيه، ما تزيديش. فهماني يا بنتي؟ ايوه يا بابا. انسان قذر ومنحط وسافل، ده بدل ما يقول لي اقري الانجيل او اعرف المسيح بطريقه صحيحه بدا يرغبني في دينه بطريقه منحطه زيه. فهمك فهمك. ما يبكلوكيش رز ومحشي. الله يا بنت ربنا يحميك ويباركك. متشكره ليك يا بابا، شكرا، ربنا يحفظك. ربنا معاك يا حبيبي. سلام سلام ونعم. سلام سلام. طبعا في انتظار ردهم على موضوع اني اشوف اولادي قبل السفر، ويا ترى هيوافقوا بعد ما ياخدوا رأي الكنيسة في مصر؟ ده اللي هنعرفه في التسجيل القادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.